Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Azul Fildawin, bonjour, bonsoir, messieurs, dames. Donc, je viens de dire qu'il m'a dit un bilan de la manifestation de l'Aoudat al-Hirak de Koua, en France. Mais le deuxième anniversaire de Dikra Tania, l'Hirak, le 19 février 2019. Je vous dis que vous avez dit que 2019, voilà, ça n'a rien à voir. في 2019 خرجوا كاع الجزائريين على باش يطيحوا بوتفليقة والحصابة ديالو. هادو رشاد هما اللي اورغانيزاو هاد لا مانيفيستاسيون. دوك تشوفها بعينيكم درع خدا ولا بارول هما اللي اورغانيزاو هما اللي كلش. تقدر تشوف بلي هاد لا مانيفيستاسيون تاع باريس سوني با اون مانيفيستاسيون اللي تريبريزونتي الحراك تاع 19 فبراير 2019. تشوفوها دوك نوريها لكم باسكو كان رشاد هما اللي حاكمين هاد المانيفيستاسيون هادي في باري. قالوا لهم هما راهم يقولوا باللي فرنسا ما خلاوناش نديروا المسيره. يسكت ما يفهمكش واش ما خلاوهمش فرنسا يديروا لا بوليس تاع فرنسا لوتوريتي فرونسيز بريفيكتورال واش خلاوهم يديروا. هما كي تسمعهم يقولوا هكذا يقول لك منعونا كاع ستادير يوريك باللي هما واعرين مانيفيستاو دراع. الوغ شوفوا كيفاش هما قالوا لهم تمانيفيستيو في بلاصه ريبيبليك ما تزغدوش منها. هما حبوا يديروا اون مارش من بلاصه ريبيبليك حتى الناسيون تسمى تقطع كاع بولفار فولتير بلاص فولتير وتلحق الناسيون الفوق. ستادير قالوا لهم يا ودي نو ديروا مانيفيستاسيون تاعكم في بلاصه ريبيبليك كيما موالفين ما كانش لا مارش في الخطره هذه. وما قالك منعونا بداو يسبوا في البوفوار تاع فرنسا ويقول لك بوفوار الجيريان اساسان فرنسا كومبليس ستادير في بلاد الناس كما يقول لك في بلادهم يقولوا معليش مانيفيستي بصح مانيفيستي غير ويقولوا لا مانيفيستي كما نحب انا ماشي كما تحب انت. هادو يقول لك حنايا سلميه ماشي تاع فوضى بين اورغانيزي وسيفيليزي هكذايا. تبعوا مليح شوفوا مليح اللي هو اللي داروا باش حبوا الدرع يجوزوا ماكرون كومبليس بوفوار اساسان ماكرون كومبليس بوفوار اساسان تسكن هنا في هاد لي باتيمون هادوما كاوري نتا بلادك هادي فرنسا تسكن هنا في هاد لي زيمابل هادوما وهادو ارجيريا يجي مانيفيستي كونتر الدولة الجزائرية هنا مثلا تو ستادير تقول واش بيهم هادوما عشان ما يديرونجيو فينا هكذا ان ديمونش الناس ما تخدمش كذا تجي انت تحت راسي تعيط ودير الهول وتحب درع الجوز شوفوا مليح شوفوا شفتو هدايا هذا تاع الفيس هذا هارب لترونجي هذا بوق الزوحه هذا هو اللي يدير لي بلانت بالجيش تاعنا ويقول لهم كانوا يقتلوا ويمساكري وهذا بوق الزوحه هدايا صاحب عبود هشام ورشاد الفيس هذا هو هو الاول لي مانيفيستاسيون شوف هما اللي راهم كاع حاكمين على لي مانيفيستاسيون رجوع الفيس بقوه Thank you.
بيني جوزو دراع دراع جوزو دراع نديرو لاماش هاي يا جماعه هاي ولي ولي وحنا حنا هاي محمد اوغلي 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 لا 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 مش عليه خلاص يا جماعه هاي هاي سمعت شقالهم نغلقوا طريق ندير لهم سيكيلاسيون هذا ما كان تسمع الفوضى انت تمد لي تقول لي ما ديرش هكذا انا ندير ما تخليش نمشي نغلق لك سيكيلاسيون ويقول لك لا لا احنا في بلاد الناس باسمنا باسم الجزائريين باسمنا احنا شو كيفاش يمثلونا هادو يمثلونا كوم دي سوفاج استادير احنا الشعب الجزائري سوفاج نروحوا لبلاد الناس ونديروا فيهم داع ما نمشيش نغلق لك طريق تبعوا مليح عشان نقول لكم ما سمعوا مليح فرحان حب يروح يضارب شتو هادو تمد لهم ترانزيسيون خو هادو يجوا يبنوا لك البلاد وشو بيناتهم ما يتفاهموا ويضاربوا ويحبوا ودي في بلاد الناس يرخاوا تبعهم لا بس ما بس حنا بس اوي 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 بس يدير حب يروح يضارب شو واحد اخر على بوليس ما راه يدير مليح غلقنا طريق سي ديجا با مال سمعتو مليح غلقنا طريق شوفوا يا جماعه شوفوا مليح 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 مزال نوري لكم تبعوا الفيديو مليح الجزائريين ماشي جيلي جون تما هما واعرين على لي جيلي جون تهضرش باسم لي الجزائريين يا دير بروبليم يهضروا باسم الجزائريين كامل هما راشات مخيوباش تو هذاك بوك الزوحة انت شو الدرابو تاع الامازيغ نحاوهم خو كان غير تاع الجزائر باسكو لو مو دوردر ايتي هادي هي لو مو دوردر اللي كان شوفوا نوري لكم دليل متظاهر من اجل حراك امن الالتزام بالتباعد الجسدي الحفاظ على الوحدة والبعد الوطني استطير غير العلم تاع الجيري ما كاش تاع الامازيغ علاش للحفاظ على الوحدة والبعد الوطني ونهار قال لهم قايد صالح ما ديروش درابو تاع القبائل داروا حالة يا كيفاش والدنيا السلطة للشعب استطير السلطة للشعب راك وشتو الشعب واش كان يدير اللي يهضروا عليهم ها ماشي الشعب الجزائري حاشا اللي يهضروا عليهم اللي كان يلو بريزونتيهم هكذايا سلطة الشعب هنا في موريال كان رفضوا غير العلامات هادو اوكي استطير تشوف باللي كلش مخدوم وما كان يقول قايد صلاح ونحال علامة على الامازيغ وكذا ومن بعد يقول لك الحفاظ على الوحدة والبعد الوطني ما كاش العلامة تاع ماكابيلي تيفوا يتقعدوا بكم يا درابو تروا درابو ماكسيموم والفين يكونوا لي درابو شوفوا علاش شوفوا نوريكم لا بريفيكتور دو باري واش قالوا لهم هكذا بريفيكتور دو بوليس
cabinet du préfet a été condamné. Préfet de police, vu le code général des collectivités territoriales, notamment article de le code pénal, notamment article GDA, le code GDA, le code GDA, par décret, vu le décret GDA 29 octobre 2000, modifié par Damnalek, Moussa Mohammoudi, il demanda d'ailleurs, okay, vu les messages transmis au service de la direction de l'ordre public et de la GDA, GDA, parce qu'il y a dit, 15 février, Moussa Mohammoudi, le 17 février 2021, par monsieur le 19 février 2021, déclarant au nom de divers collectifs et associations des manifestations revendicatives, le dimanche 21 février 2021, pour commémorer le deuxième anniversaire de la révolution pacifique, exiger la libération de tous les détenus d'opinion en Algérie et exiger une transition démocratique indépendante du système. C'est-à-dire une transition, un système où on a une transition. Les canaux de qui manifestent, indépendant du système, avec comme lieu de rassemblement la place de la République pour les premiers déclarants d'Amnalekmna. Considérant qu'en application de l'article L2512-13 du Code général des collectivités territoriales et de l'article 72 du décret 29 avril 2004, préfet de police à la charge par l'ordre public, considérant le contexte électoral tendu en Algérie, il existe des risques sérieux de troubles d'ordre public sur le parcours des manifestants suivisé en particulier à hauteur du consulat général d'Algérie situé rue de Charonne. Il y a toujours le consulat d'Algérie, préféré au cadeau de la République. Il faut, considérant la difficulté et la dangerosité des interventions des forces de l'ordre à proximité de très nombreux commerces dans le 3e, 11e et 12e arrondissement, en cas de troubles avérés et des risques pour les clients se trouvant à proximité. Considérant enfin que le dimanche 21 février prochain, les services de police et de gendarmerie seront particulièrement mobilisés par d'autres missions. En d'autres missions, la police m'a nerdement dans la capitale et s'approche banlieue, dans un contexte de menaces terroristes particulièrement aiguës qui sollicitent toujours un niveau élevé des forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentats dans le cadre du plan Vigipirate. Toujours active, en portée le jeudi 29 octobre 2020 au niveau d'urgence attentat OGDA. Considérant en conséquence que les services de direction de l'ordre public et de la circulation DOPC ont proposé le 19 février un rassemblement statique place de la République, sur place, que les déclarations suivisées ont refusé cette proposition le vendredi 19 février 2011. Ils ont refusé. Mais bosh, quand non, quand qu'on aille, mais ne pas bosh, hadi l'afsa hadi. Lazim nimshiou. Considérant qu'il appartient dès lors à l'autorité de police compétente de prévenir les risques de désordre et les atteintes à l'ordre par des mesures adaptées. C'est maintenant donc la police de brasser ma hakum. On a connu le mouchkaï, on demande de brasser comme. Tu vois, il est clair ça. Moussab, pas monsieur Moussab Hammoudi. Tu vois, c'est-à-dire, il faut que nous nous sommes le canon. Il faut que nous sommes le canon. Il n'y a pas de problème. Il faut que nous le canon. Il faut que nous sommes le canon. قال كاين لي بروبلام عندنا لا على بوليس ان بو بارتو عندنا الخدمه عندنا كذا ما نقدروش لا سيكوريتي تاعكم ما نقدروش كيما يقولوا ناشيريوها وكذا قعدوا في لاباس لي بيبليك ومانيفيستيو تما قال لك نو يحبوا يجوزوا البراج دراع وكيما جازوش واش قال لك قال لك غير خدنا تريك ديجا صاغر وقول لهم تريك ديرو سيركلاسيون شوف ضيف في بلاد الناس بعد يقول لك مع الدوله فرنسا ما يخلوناش نمانيفيستيو هادي كاع سي فولو باش يوري لك زعما بلي الدوله الفرنسيه راهي تمشي مع الدوله الجزائريه يفون لا بروفوكاسيون باش يدير لك سيناريو وانت تامن تقول ايه سي فري عم يعاونوا فيهم ما خلاهمش مانيفيستيو شتو كيفاش يكذبوا سون تري فور في لا مانيبيلاسيون واعرين قراوها قراوها قراوهم كيفاش يديروا لا مانيبيلاسيون دي ماس يقول لك فهمتوا العفسه وين راهي تما هكذا لو جون الجيريان في الجزائر كي يشوف هكذا يقول شوف 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 الله ما خلاهم مانيفيستيو مساكن غلقوا عليهم الطريق وما خلاهمش مانيفيستيو باسكو الدوله الجزائريه راح تبعث الجيش تاعها لمالي باش يموت على فرنسا اي لو تور يجوي سيناريو مخدوم وكذا ويرميه لك اومباكتي كلش وانت تبلع كي الكافي تروح على راسك باسكو علاش باسكو ما كاش اللي يوري لك هاني نوري لك انا كيفاش يكذبوا عليكم وكيفاش ما يقدروش القانون يقول لك نديروا اون ترانزيسيون هكذا شوفوا شكون كان يخطب عليهم نوري لكم ميزاجيريا
عسكرية. صور عسكرية. شوفوا شكون هنا. شوفوا الخطاب. شوفوا الخطاب ديالو. فريمون خطاب بوليتيك مهبول يا. شوفوا هادو كورونا بدا ما كان لا ماسك لا والو وزيد يبوسو. شوفوا الخاوه هذيك شوف 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 اون بلان كورونا كوفيد وكدا يبوسو يا تحير يا لا بروباغوند دوروها بحال فرنسا باش يقول لك بلي فرنسا هي اللي تسوتني فيهم اللي ما خلاهمش كاع يمانيفيستيو. شوفوا مليح يا الخوا لا بروباغوند كيفاش يخدموها. سحيلك دوبي 12 يا با ان كارو كي ا ايتي كاسي با ان بابي كي ا ايتي بارتير يا غيان يو دو تو با تسمى دور كرامي يضربوا مع فرنسا ما كسرنا والو ما درنا والو تسمى هاد الحراك ضد فرنسا ماشي الجزائر. هذا نزيم طالب هذا رشاد شتو مخيوب رشاد وريت لكم هذاك بوك الزوحه رشاد هاي لاباج ديالو نزيم طالب راكم تشوفوا هاوليك هنايا الغلام مع عباس عروار قاعده مثلي لافوكا تاعهم دينا لي جورناليست كي قتلوهم يستاهلو والعربي زي طوط ما نوريه لكم شو ما نبريزونتيهم لكم هاوليك تسمى الحراك هذا اللي داروه نهار الاحد في فرنسا تاع رشاد ماشي تاع الجزائريين. ما تقولوليش تاع الجزائريين هذا هادو الناس يتبعوا رشاد سيتو هذا ما كان تري سامبل ا كومبروند. شوفوا نزيد نوري لكم ليك هادي قدروا القانون قال لك شوفوا نزيد نوري لكم شوفوا شكون تخطب عليكم لا كلاس تما هادو لي تما هادو لي ليدر لو كان يديروا ترانزيسيون هادو هما لي ليدر تما هادو لي شاركوا في لا ترانزيسيون فهمتوا باسكو هذاك الشعب كاع يتبع فيه هادو هما لي يخطبوا عليه هما لي يقولوا اوتوريزاسيون تاع مانيفستاسيون هما لي كدا هما لي كلش تادير هادو هما لي ليدر تاع الجاليه الجزائريه في فرنسا. اليوم شتوهم لي ليدر تاعهم شكون تبعوا مليح سيوي نحن سلميين اون اي باسيفيك اون لو ريستورا اون اي ايني نتوكل اون اي راسومبلي واحد ما يفرقنا بيرسون نو سون نو نو سيبارورا ليه ونو غي فرقارا ليه ونو تسرد هنا غسنان غسنان فيك شمالة فيك نكاس شتو الديسكور شوية عربية شوية فرنسية شوية قبائلية نحو نديرو حنايا شوف الغاشي هذا شوف عمليك باش تعرف يعني شوف تيوا ديسكور اكسترا اوردينار يا تبع مليح من يبغى انا نزرع هنا غير نديري خاطي غاية ما تسكماتي هاي ليك شتو هادي هادي هي هادي شكون هادي تبعو مليح هادو لي يديرو ترانزيسيون هادو المدنية ماشي عسكرية هادي المدنية ماشي عسكرية. شوفوا شكون هاد المرأة هادي سمو مليح الديسكور تاعها رشاد رشاد بون جو سوي لاديرونت دو رشاد دوبي حركة رشاد أو أنا دي سيبو تيدي جيتي بريك لو ماي كارت كونش هي ما أنا مرة جو دي وي une problématique politique
qui est l'illégitimité du pouvoir politique en place en Algérie. Dar, Rachid Dar, oui, ndiro mazal ndiro, li ma farahch yqtana tariq. Allez. رجال ما قطعونا طريق نجيو الريبوبليك الراجل فيكم يجي تقطعنا طريق انا ما جود ديفي واحد فيكم ايه دابيتود كنت نهضر باسمي الشخصي ا بارتير دو جوردي نهضر باسم رشيد فوالا جو سوي ا مومبر دو رشيد جو بارل نون دو رشيد فوالا اللي ما بغ... اللي سوي كي ني با كونتون دز معاهم اوكي اون ا ريبري وي رشيد ارهاب يا با دو سوسي انا ارهابي جو لاسوم يا با دو سوسي سمعتو جلاسم انا ارهابي عرشات ارهاب جلاسم يا با دو سوسي سا ديرونج فيان ماريتي اسمع مليح تو زانون فيان ماريتي اسمع مليح اون ا ريبري وي رشيد ارهاب يا با دو سوسي انا ارهابي جلاسم يا با دو سوسي سا ديرونج فيان ماريتي تو زانون فيان ماريتي وي انا تي واحد يقول لي رشيد سي لاكس فيسنو انا جيت ا مومبر دو ار سي دي نوريك لا كارت دونك رشيد سي لي ار سي دي سي لي اف اف سي لي ام جي سي سي دوبا جيل جديد بغو ولا خلو رشيد فيها توت لي توندونس انا جو غامل ما كارت دو ار سي دي جيتي ميليتون دو ار سي دي اي جي ني اوكا بروبليم افيك لو ار سي دي دونك يا دي اون ا دي ميليتون دي زانسيان دو اف اف اس اون ا دو جيل جديد اون ا دي شي بوكروف اون ا دي ميليتون كالك ميليتون دو فيس بيان سور دو تاب الله دو توت لي توندونس اي قصتي مع حركه رشيد سي mon histoire avec le mouvement Rachid. Parce que tout le monde se pose la question Rachid, 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 Rachid. Bon, je suis l'adhérente de Rachid depuis 14 mois. Et là, dans le bureau de Paris. Et là, je vais l'annoncer. Je fais partie d'une Majlis El Watani El Rachid. Et je suis la trésorière du bureau de Paris. Donc, je pense que je peux me permettre de parler et de remettre les choses au clair. Parce que quand il s'agit de concerner, je suis concernée, voilà. Ok, donc voilà. Et il y a en ce moment un petit sujet qui sort, Zama, financer le Hirak. Financer le Hirak de l'étranger. Oui, on le finance. Oui, on envoie de l'argent, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Je suis l'une des militantes ou des Algériennes qui a commencé à ramasser de l'argent depuis mars 2019. Il y a des jeunes, je change avec des jeunes, mais un grand ça a smatou en mars 2019, mais il bdal hirak, ou mais financé au hirak, il battu le drame de les mots. Voilà, باش يركبوا القرجي pour des grandes marches. Il y a des jeunes fouergla, في عندي مشد, في تلمسان, مسيله, فهران, ils voulaient participer pour les marches sur Alger, mais un grand ça a moro, tu sais que ça veut dire ah, dinar, dinar. Et là je l'assume. نجمع دراهم depuis mars 2019 parce que الثورة son est الثورة s'il n'y a pas de sous il n'y a rien tu ne peux pas bouger tu as besoin d'une banderole là Paris on fait des marches une banderole c'est 200 euros tu sais ce que ça veut dire 200 euros un drapeau c'est 5 euros là ma indication qui gourou ma indication c'est un projet politique ou la sous là indique un projet politique ouais qu'il y a un projet politique ils ont fait des propositions depuis mars. Donc il faut remettre à César ce qui appartient à César. Donc le mouvement là. Maintenant, il faut répondre, il faut donner à César ce qui appartient à César. Et d'ailleurs, c'est-à-dire que je t'en fous, il fait le cas d'y aller. Il faut que maintenant, Rachad, tel comme le Hirak, d'ailleurs, le comme. Bon, donc, à dire que je suis parce que je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Fak oublié, c'est une manipulation monstre. C'est la meilleure des meilleures. هاد الشعب هذايا راكو تشوفوا هذا كامل راهو يسمع في واحد يخطب عليهم ويصوروا كاع بالتليفونات. شوفوا شكون لا بيرسوناليتي هادي اللي تخطب عليهم وهاد الغاشي هذا كاع زعما الجالية لا دياسبورا اون فرونس في فرنسا تقدر زعما نورمالمون هنا عايشين في بلاد شكون فيها سيفيليزاسيون فيها كدا كاين القاريين كاين ليزونيفرسيتير هنايا كاين كدا شوفوا الشعب هدايا وشكون هو المدني تاعو هاد الشعب يقول لك انا ما نيغوسيش مع التبون واللي يهضر مع الدولة خاين وحنا ما نهضروش مع الدولة ولازم الدولة تروح وحنا نديرو الرجال تاعنا باش نديرو ترانزيسيون راكو شتوهم شكون اللي كانوا يخطبوا وهنا هاد الشعب كاع راهو يشوف في واحد راهو يخطب عليهم تسمى تقول هادي بيرسوناليتي كبيرة
والديسكور يكون حاجة كبيرة. شوفوا شكون يا الخوا، شوفوا سمعتوا؟ شوف شوف هادو كاع هو يخطب عليهم انا سمعت ولادكم حبوا يبعتوا سيادكم حبوا يبعتوا ولادكم للمالي هكذا يرميها هكذا والشعب نتحدوا سيادكم في المواضيع يقولوا واش يقولوا الاحرار في قلب باريس ما كاش كنت في المواضيع يقولوا واش يقول حق حسب المناظر لهنا في قلب عقل باريس. سمعتوا كلب بن كلب وكذا ديسكور محبول امير دي زاد هو اللي يدير لا ترانزيسيون. نعم الشعب الجزائري هاو شكون يتبع الشعب الجزائري؟ الشعب الجزائري داير هذا ليدر بوليتيك يا ناس بيان سور. شافو قاعد مع كريم طابو مع دهينا مع بوشاشي ولا ليدر. تسمى الشعب الجزائري راهو يقولكم نحي الجيش ونحي الدولة هادي واعطونا الحكم لينا حنا رانا خيرنا هدايا يخطب علينا وهو هو المرجع ديالنا. شوفوا يا الخاوة تحية لكل خوتنا المهاجرين وفي أرض الشتات والجالية اللي ساهموا وعاونوا وساعدوا باش يعاونوا خوتهم المعتقلين ماديا ومعنويا في الحبس في العباس والعائلة تاعهم في الجزائر ونخلوا أساميهم للتاريخ. ربنا يسعفك إن شاء الله خوتنا قد يخشوا بقوة في كل أنحاء الجزائر نمشي في العاصمة فقط ونمشي في تيسيوسو فقط ونمشي في بجاية فقط نخرجوا في ولدان في خراطة فقط. لا تذكر هذا امتحان، هذا امتحان تاع قدوة للجزائريين شكون قلبهم صح على الجزائر وشكون اللي روندا وحشة بحالهم العصابة. أنا ما عارف شكون اللي عندهم وعي سياسي واللي عندهم وعي نظامي وشكون الناس اللي تنجم تتلاعب بهم الكبرانات تاع المخابرات. تناور مخابرات من أجل إجهاض هذا الحيران. الله أكبر. شوف شوف الله أكبر أمير دي زاد. هذا حراك هذا ما تتقاعد ما تتقاعدوش بينا يا الخوة. هذه نديروا لكم الأغنية هذه باش تفيقوا لها هذه هكذايا هيا روحوا نحطوها لهم هذه هيا يا هيا هاك سمع كلانا الكروشية في باريا. هادو عايشين في باريا الخوة لا دياسبورا اون فرانس. شتو شكون لا دياسبورا؟ شكون حاكم لا دياسبورا اون فرانس؟ نورمالمون تشوف دي ميدسان دي بروفيسور دي بوليتيسيان يخطبوا بيان اورغانيزي ان بون ديسكور موبيليزاتور يعطوا لي سبور للشعب يقولوا نبنوا بلاد نديروا ما غير تقول نحي الدوله وكذا. بصح كي تسمع واحد اون فاس ليك يعرف يحضر وكذا تسمع بيان باش تشوف النيفو المستوى تاع هاد الناس لا دياسبورا اللي في فرنسا. شوفوا المستوى تاعهم يضربوا مع لا بوليس ولقلهم طريق مليح دي زونفون دراري هاي هاكم ما نسمعوا هاد مليح.